حسنا أعزائي، سننتقل للجمل التي لها محل من الإعراب للقسم الثالث منها. سنتعرف في هذا المثال، عفوا في هذا القسم، على الجملة التي تقع في محل نصب مفعول به. لنقرأ معا هذه الأمثلة ونناقشها سوية. قال أحدهم: إن العصفور من فرط رقته على أولاده عرضة للخطر. وجد العصفور يقتحم ذلك المنزل حتى يدخل في ذلك القفص. في المثال الأول لدينا فعل هو قال أحدهم، أين المفعول به لهذا الفعل؟ نعم يا آمنة، زي ما قلت القول إن العصفور من فرط رقته على أولاده عرضة للخطر. نعم بارك الله بك. إذن الجملة التي تأتي بعد القول تكون في محل نصب مفعول به، لماذا؟ لأن القول وقع عليها، يعني فعل القول على ماذا وقع؟ وقع على الكلام المحكي. إذن هنا قال أحدهم، الجملة التي تأتي بعد القول تكون في محل نصب مفعول به. في المثال الثاني، وجد العصفور يقتحم ذلك المنزل. هنا الفعل وجد من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، يعني يحتاج مفعولين حتى يتم معناه. أين المفعول به الثاني للفعل وجد؟ نعم يا حلا. نعم أنسي. نعم يا رنا. أنسي يقتحم. نعم بارك الله بك. إذن جملة يقتحم هنا جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثاني للفعل وجد. لو أردنا أن نستبدل الجملة هنا باسم مفرد ماذا نقول يا رنا؟ اقتحم. أنسي اقتحم. نريد أن نستبدلها باسم مفرد، اسم وليس فعل. أنسي مقتحما. نعم بارك الله بك. إذن وجد العصفور مقتحما. إذا هنا الفعل وجد يحتاج إلى مفعولين حتى يتم معناه. طبعا نلاحظ هنا أن المفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، يعني أصل الجملة العصفور مقتحم من مبتدأ وخبر، طبعا أصل الجملة. عندما دخل الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين حتى يتم معناه، في هذا المثال جاء المفعول به الثاني جملة فعلية، وجد العصفور يقتحم، العصفور مفعول به أول، ويقتحم جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثاني للفعل وجد. إذن في كلا المثالين جاء المفعول به جملة. ما هو محل المفعول به من الإعراب؟ هل هو النصب أم الجر أم الرفع؟ نعم يا غزالة. أنت نيت نصب؟ نعم، إذن محل المفعول به من الإعراب هو النصب، وكذلك الجملة التي تقع محل المفعول به تكون في محل نصب. بارك الله بكم. من خلال هذه الأمثلة ما هي النتيجة التي نتوصل إليها؟ نعم يا ريهام. نعم أنسي. نعم يا كامل. أنسي الجملة الواقعة في محل مفعول به تكون في محل نصب، أنسي بتجي بعد القول ومرادفاته أو فعل يتعدى إلى مفعولين أصلهما خبر أو مبتدأ. بارك الله بك يا كامل. إذن الجملة التي تقع محل المفعول به تكون في محل نصب فقط، لماذا؟ لأن محل المفعول به من الإعراب هو النصب، سواء كان اسما مفردا أو جملة. أما بالنسبة لموقعها في الكلام، تأتي بعد القول أو مرادفه. ما معنى كلمة مرادفه؟ القول هي قال أو قلت أو يقول. مرادف القول يعني الكلمات التي تحمل نفس المعنى، مثل أنشد مثلا، أو يعني أي كلمة تحمل معنى القول، أنشد، تحدث. الجملة التي تأتي بعد هذه الأفعال تكون في محل نصب مفعول به. يمكن أن نقول أيضا مقول القول في محل نصب مفعول به. وبعد الفعل الذي يتعدى لمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، طبعا أصلهما مبتدأ وخبر قبل دخول الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين. عند دخول الفعل على هذه الجملة، المبتدأ يصبح مفعول به أول، والخبر يكون مفعول به ثاني. لو قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أين الجملة في هذا المثال؟ نعم يا ريم. لا يؤمن أحدكم حتى لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم، بارك الله بك. إذن الجملة التي وقع عليها فعل القول هي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. محلها من الإعراب هي النصب، لأنها جاءت بعد القول فتكون في محل نصب مفعول به. لو أخذنا المثال الثاني فقلت: رأيت العلم يرفع صاحبه. رأيت العلم يرفع صاحبه، أين الجملة في هذا المثال؟ نعم يا حلا، تفضل يا محمد خليفة. أن سيرفع. نعم، ما محلها من الإعراب هنا يا محمد؟ مفعول به، نصب مفعول، في محل نصب مفعول به. في محل نصب مفعول به ثاني للفعل رأيت. رأيت العلم رافعا صاحبه. لو أردنا أن نؤولها بمفرد نقول: رأيت العلم رافعا صاحبه. نلاحظ هنا قبل الملاحظة يجب أن ننبهكم أن الفعل رأيت هناك له نوعين: الرؤية البصرية يعني رؤية النظر لا تتعدى إلى مفعولين، يعني لو قلت مثلا رأيت زهرة أو رأيت عصفورا هذه تسمى رؤية بصرية لا تتعدى إلى مفعولين، وإنما تكتفي بمفعول به واحد. أما الرؤية القلبية مثل رأيت العلم يرفع صاحبه، هذه رؤية قلبية وليست رؤية بصرية، هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. إذا نلاحظ هنا الفعل رأيت تعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. أصل الجملة قبل دخول الفعل: العلم رافع صاحبه، مبتدأ وخبر. دخل الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين، المبتدأ العلم صار مفعول به أول، وجملة يرفع جملة فعلية في محل نصب مفعول به ثاني للفعل رأيت. أي سؤال طلابي بالنسبة للجملة الثالثة من الجمل التي لها محل من الإعراب؟ هل هناك أي شيء غير نعم مفهوم؟ أستاذ، تفضل يا محمد. أسألك القول أو مرادفه. مثلا يقول الشاعر: الشعر جميل، جملة الشعر جميل في محل نصب مفعول بمقول القول. نعم، كل شيء يأتي بعد القول أو مرادف القول، يعني مثل كلمة تحدث أو أنشد أو قال، كل شيء بعدها يأتي في محل نصب مفعول به، لأن فعل القول يقع على الكلام الذي حكي مثلا أو الكلام المحكي بعد القول. هلق يعطيك العافية أنسي، بس هلق مو من من الفعل ظنة، مو هي من الأفعال اللي تتعدى لمفعولين؟ نعم، مثلا ظننت النجاح سهلا، هيك تسأل يا محمد؟ إيه هيك أنسي، يعطيك العافية. نعم، ظننت النجاح سهلا، هنا تعدت لمفعولين، النجاح مفعول به أول وسهلا مفعول به ثاني. ظننت النجاح يسهل تحقيقه. لو أخذنا هذا المثال: ظننت النجاح، النجاح هنا مفعول به أول، أين المفعول به الثاني يا محمد في قولنا رأيت النجاح يسهل تحقيقه؟ أصل الجملة تسهل. ممتاز يا محمد، بارك الله بك. إذا هنا جملة يسهل جملة فعلية في محل نصب مفعول به للفعل، مفعول به ثاني للفعل ظننت. بارك الله بكم. بس أنا عندي سؤال. تفضلي. أنسي، هوني لما قلنا يرفع أو جت في محل نصب، هي لازم تكون في محل رفع. لماذا في محل رفع يا إيمان؟ أصل إنه هي جت مضمومة، ما جت يعني إنه مثلاً مكسورة. لا 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 يا إيمان، انتبهي انتبهي، لا علاقة لنا بعلامة إعراب الفعل. لا علاقة لنا بعلامة إعراب الفعل، يعني يرفع كإعراب مفردة هي فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخرها. هذا لا يتوجب أن يكون محله من الإعراب الرفع فقط. يعني لا يوجد أي علاقة بين إعراب الفعل كمفردة أو محله من الإعراب كجملة. وصلت الفكرة؟ أنت كمان منطلق على الحركة اللي قبله، يعني إنه حركة الكلمة جاي قبلها. أيضا لا علاقة للكلمة التي أتت قبلها يا غزالة. تمام. لا علاقة لنا حسب محلها من الإعراب. خلوني تمام. أرجع لكم فقط على المثال اللي حكينا فيه عن الجملة التي وقعت في محل صفة. هنا فقط الجملة التي وقعت في محل صفة تتبع للموصوف، لأن في أصلها الصفة المفردة تتبع للموصوف، أما جملة الخبر لا علاقة لها بالاسم الذي قبلها، فقط جملة الصفة
تتبع في حركتها أو في محلها الإعرابي الكلمة التي جاءت قبلها. أما بالنسبة لجملة الخبر وجملة جملة الخبر عفوا وجملة المفعول به لا علاقة لها بمحل الفعل من الإعراب إن كان مرفوع مثلا أو منصوب، ولا علاقة لها بالاسم الذي قبلها.